أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء، وهل يعتد بخلاف من خالف في ذلك؟ الحمد لله ما خالف فيها أحد يعتد به إلا قول شاذ لا يعتبر. والخواتم كانت على نساء الصحابة وهي محلقة، والقلائد كانت على نساء الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يلبسن القلائد ويلبسن الخواتم ويلبسن الخلاخيل على الرجلين، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم صلى الله عليكم سماحة. حديث النهي عن الذهب المحلق اللي تمسك بها بعض الباحثين، فهذا حديث شاذ يخالف الأحاديث التي هي أصح منه. نعم.